ويبلغ العبد من مراتب القرب عند الله من باب دخل من باب الذكر إلى الله إلى درجة أن الله يلهمه الأذكار بعد ذلك إلهاما. يقال هذا ذكر ألهمته، كيف يقول الشيخ ابن عدييم رحمه الله؟ في نفس الرحمن تجد كثيرا ما يقول هذا ذكر أفاض الله به علي، وهذا ذكر كمفاتيح المدد مثلا ألهمني ربي، وكالشجرة المباركة مثلا يقول هذا ذكر أفاض الله علي به من عالم العدم إلى عالم الوجود، وكالنواميس النفس كالقاموس الأسماء في الأسماء الحسنى، وكالوادي المقدس. حتى بعد ذلك سمى نفسه خادم الأسماء الحسنى، لقب نفسه خادم الأسماء الحسنى لما محوت اسمي باسم محققي. يقول لما محوت اسمي باسم محققي مكنت فوق رؤوسهم أقدامي. قال الشيخ يقول لما محوت اسمي باسم محققي مكنت فوق رؤوسهم أقدامي. وصار قاضي قضاء كان هنا يقال فقير، يقول كان أراد أن يشتري بعض الأموال أموال أوقاف، يضحكوا عليه هناك يقول منين ابن عديم عنده فلوس يشترى أموال أوقاف، وفعلا ما كان عنده شيء. جاء بعد ذلك إلى هنا وباع نخيلات عنده في وادي محرم واشترى بها بعض الأموال هناك ردا لاعتباره. ثم بعد ذلك مكنه الله فصار من يدعو الله بفتح المنن، يقول وما هي إلا برهة حتى جل الله عني وكشف علي. وأتاه المدد من الله، يقول الشيخ صعيب بن حمد الله رحمه يقول الشيخ ابن عدي ليلة موته كان يبكي ديونا أثقلته فسددها الله عنه بعد موته قبل أن يدفن، بين الموت والدفن كان بقيت عليه ديون سد. يقول مات خادمه يحكي القصة أن الشيخ ذيك الليلة ليلة وفاته لم ينم، مات يبكي ضارعا إلى الله، ثم توفاه الله. ولما شيع الجنائز المقبرة قبل أن يدفن دخل رجل لا يعرف شخصه لا يعرف، فدخل وفي يده كيس وورقة فيها أسماء، فينادي فلان ابن فلان الفلاني فيأتي، فلان ابن فلان الفلاني فيأتي، فأتى أصحاب اللي لهم الديون كلهم تجمعوا. قال أنت كم لك على الشيخ؟ قال كذا، فأدخل يده في الكيس فأعطى، وأنت وهكذا حتى انتهت القائمة كلها، وخرج قبل أن يدفن الشيخ. وهكذا يعني يفتح الله على الذاكرين وتوحاك يمكنهم تمكيناً.